السلام عليكم ورحمة الله. أصبح عليكم طبعا بالخير، وكلكم تعرفون وياي أن هذا اليوم حزين على العالم كله لفقدان ملكة العالم وملكة القلوب والطيبة وملكة في كل شيء، بلادها الجميلة وشعبها وناسها اللي على الأقل احنا تعودنا عليهم على عشرات السنين. شيوخنا هناك درسوا وتعلموا، موطن للزيارة وللسياحة، مكان للتجارة وللتسوق، العلاجات بجميع أنواعها وصنوفها، بلد يعني عظيم. وهذه البلد العظيمة، هذه البلد العظيمة لابد أن يحكمها ناس ملوك عظام. بريطانيا العظمى اللي نسمع عليها سابت العالم وحكمت العالم واستعمرت، تحالفت، ساعدت، ساهمت في رقي وتطور العالم بأسره. بريطانيا العظمى وملكتها العظيمة اللي رحلت، لم ترحل بس عن بريطانيا ولا عن البريطانيين ولا عن الإنجليز، رحلت عن العالم. ملكة تمتاز بمواصفات الملكة إليزابيث، كانت الوصف يوم يوصفون حد اللي في زمانك أنت ملكة، الملكة إليزابيث يوم حق الحريم عادة حتى بمعزل من الشعب. فأكيد هذا اليوم حزين على العالم كله لفقدانها. لين قبل يومين كانت تتابع وتنصب ولحكومة بلادها، ما كانت متخاذلة رغم المرض ورغم كبار السن. يا لنا، فقدت اليوم ملكة العالم وملكة بريطانيا العظيمة، رحمة الله عليك يا أم تشارلز، رحمة الله عليك. أنا مش متصور لندن من دون الملكة، كيف يعني بنزل لندن وين ملكتها؟ اللي على الفيزات موجودة واللي في العملة موجودة. والله أذكر يوم إحنا في الهايد بارك، يعني منو ما يسبونه، منو ما يغلطون عليه، منو أي موضوع ما يناقشونه ما عدا الملكة. فكانت لها قصية جميلة، لها حب واحترام بين شعبها. والله أنهم تظهر وتمشي بعرباناتها الذهبية المذهبة، أن الشعب يقف في الشوارع يهنون وهي بيدينها وبقفازها، كل اللباقة وذوق ورقة تأشر بدينها الناس كلهم. الله المستعان، يا الله. هم متصور 70 سنة وهي في الحكم، 70 سنة منو يصور هذا العمر الطويل وهي ملكة للعالم هذا كله. رحمة الله عليك وأكرم على هذه الإنسانة العظيمة اللي ملكت وكانت ملكة لهذا البلد العظيم اللي ماسك العالم كله بأسره. فأحر التعازي للعالم كله، وخصوصا للإنجليز وللبريطانيين ولكل من يحب هذه الملكة وسيرتها العطرة. ونبارك لابنها تشارلز، لأن هذا بعد كان صديق العالم كله وكان مسالم في طول حياته، وتزوج إيش التحفة الجميلة السندريلا ديانا، ويا ابنها هالأولاد الجميلين اللي حين منهم بي منهم ولي العهد. نحن طبعا نعزي حبايبنا الانجليز، وانا شكل ما قلت لكم متصور اني اسير لندن من دون الملكة، كيف بذات تم صورتها في كل مكان، صورتها واركب الرويز رايزات الفانتوم بجميع انواع ايش عارة العربانات اللي تجرها بالخيول هذا، هاي كانها ملكة بريطانيا. رحمة الله عليك يا ملكة بريطانيا. نحن كنا نواسي الشعب البريطاني والشعب الانجليزي ونواسي انفسنا، خصوصا انا اتكلم عني بصفه شخصيه. انا شيوخي ودوني هناك عشرات السنين، عشنا في هذا المكان عشرات السنين، ها والله ان مره ظني يمكن 18 سنه متواصلات، كل سنه نصيف في بريطانيا، سواء كان مع الشيخ صنعاء رحمه الله عليه، مع الشيخ عليا، مع الشيخ مانع، مع الشيخ ريس، مع الشيخ حصه، مع كل شيوخنا هذا الكرام. وكان هناك شيخ محمد متواجد هو وعياله واهله وبيته وناسه، كل شيوخنا كان مصيفهم لندن وبريطانيا.
كانت بلد حبنا حضنتنا كلنا. وانا بنفسي وانا بنفسي بروحي يوم اشوفها والله اني اوقف في الشارع واشر عليها على الملكه اللي ثبت الحمد لله عليها.